آثار النبوة تقف شاهدا شامخا على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مرورا بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي. أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة كانت الأرض مهيئة لاستقبال كائن جديد خلقه الله لكي يعمر هذا الكوكب. غلاف جوي يحميها من أي إشعاعات كونية أو أجسام فضائية، وكميات هائلة من المياه تحفظ توازنها وتوفر عنصر الحياة فيها. وقدر فيها الخيرات كلها من غابات وحقول توفر لساكنيها ما يحتاجون إليه من غذاء ودفء وكساء، وتلطف هواء الأرض. كل ذلك مسخر لهذا الإنسان الذي خلق من مكونات هذه الأرض ليعيش عليها في حياته وليعود إليها بعد مماته. نحن كمسلمين نؤمن به ونسلم به ونعتقد في حقيقته، لأن كل ما نراه في الكون مخلوق. فآدم خلق كما خلقت السماوات والأرض، كما خلقت الحيوانية من قبل، الحياة النباتية قبل الحياة الحيوانية، ففيه تدرج في الخلق. خلق الله آدم من عناصر الأرض كلها ومن نوعيات خاصة من التربة، لتمر بعد ذلك عملية الخلق بمراحل كثيرة إلى أن سواه الله ونفخ فيه من روحه وأصبح إنسانا كاملا. هذه مراحل متتالية. التراب إذا ابتل بالماء صار طينا، والطين إذا بقي فترة يتعطن ويصبح صلصال كالحمأ المسنون الأسود الذي له رائحة نتنة، إذا ترك فترة أطول يصبح صلصال كالفخار. يعني فهذه مراحل في الخلق، وحينما نرى الإنسان عند موته يمر بهذه المراحل بالعكس. وما تسمية هذا المخلوق بآدم إلا لأنه خلق من أديم الأرض أو وجهها، لكن الأديم وحده لا حياة ولا معاني فيه، ولذلك نفخ الله تعالى فيه من روحه.
ليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى نفخ فيه روح الحركة، فكل المخلوقات فيها روح الحركة، وإنما قال الله عز وجل ونفخت فيه من روحي بالنسبة للإنسان فقط. ما هذه الروح؟ هي العقل الذي ميز الله به الإنسان عن سائر المخلوقات، فهذه روح الله. والعقل الذي ميز الله به هذا الإنسان يعني الإرادة والحرية والقدرة على اكتساب المعرفة، وهي قدرة فطرها الله في هذا المخلوق، وبها اكتسب بأمر الله إجلال الملائكة الذي وصل إلى حد السجود بأمر من الله، لكنها قدرة جلبت عليه في الوقت نفسه حقد وحسد مخلوقات أخرى في الكون تحدث الله عنها، وهي الجن، وعلى رأسهم كبيرهم إبليس. فقد رأوا أن هذا المخلوق الجديد بعقله ومعرفته وإرادته يتفوق عليهم وعلى جميع المخلوقات، وهذه القدرة على اكتساب المعرفة وصفها الله تعالى في القرآن الكريم بأنها تعليم آدم الأسماء كلها، وهي التي تميزه عن الجن وعن الملائكة. الفرق بين عقلية آدم وعقلية الملائكة أن عقلية الملائكة توقيفية، لا علمنا إلا ما علمتنا، رب العالمين قال له هذا قلم، يعني هذا قلم، هذا بالذات الذي بيدك، لو جئت بقلم آخر له شكل آخر لا يعرفونه،